تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ستشرع مراكز تكوين المجندين في عمليات انتقاء وإدماج مجندي تجريدة 39 للخدمة العسكرية، وذلك ابتداء من 2 شتنبر المقبل حسب ما أفاد به بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. وأوضح المصدر ذاته أنه بهذه المناسبة اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل إنجاح هذه العملية، وذلك بتنسيق وتعاون مع مختلف الفاعلين والمتدخلين. وفي هذا الإطار يضيف البلاغ، يتوجب على كل مترشح أو مترشحة للخدمة العسكرية برسم التجريدة 39 والذي توصل بأمر الالتحاق للقيام بهذا الواجب الوطني أن يطلع مسبقا على المعلومات الهامة المرفقة به ويلتزم بتاريخ ومكان عملية الانتقاء المشار إليها في هذه الوثيقة مع استحضار الوثائق المطلوبة وكذا الشواهد المحصل عليها.